الاحداث الاخيره اللي عشناها وشناها في كاس ديال في الشهر بزاف وكيضر في الخاطر حق الله. فاش شفنا هاد الصور الاخيره يعني بغض النظر واش ان مفبركه ولا حقيقيه، وانما الواقع اللي شفت انا بعيني في كاستيغو الصراحه والله على ما اقول شاهد يعني في الشهاده لله، الاعتداءات اللي شفتها انا شخصيا تما راه تصاور ارحم من الواقع اللي شفناه. يعني ديك الصور اللي نشروا سواء كانوا مفبركين ولا صحاحين، الواقع اللي شفت انا صراحه الله كيفش بزاف، يعني الصور ارحم من ديك الشيء اللي شفت. راه اقسم بالله بنادم بقى منشور في الارض حتى جات موراه الاسعاف، يعني الدق اللي شفت انايا الدق ديال الانسان جاهل، يعني الدق من الراس ومن في تو في مجاتك شي تهرس شي كذا، راه ديك الشيء بزاف. انتم كجريده راه كنتوا تما وشفتوا بزاف الحاجه الصراحه. ديك الشيء كيحس في النفس، والناس اللي كيبقاو يعلقوا دابا مثلا كتشوف الناس اللي كيخرج في شي منبر ولا كيهضر لا حقان يصلح لهم راه الانسان كذا، راه الله يحسن العون الخوت. الانسان اللي كيوصل ديك المرحله ديال انه كيمشي يسيب راسو في الماء ولا في البحر هو ما كيعرفش يعوم، ولا غيتنقص فوق الشباك اللي غيقطع يده ويعلم الله وكيفاش غيوصل واش يعيش ولا ما يعيشش، راه ديك الشيء بزاف. فلهذا نقول الله يحسن العون. إذا جينا نشوفوا الأسباب ديال هاد الشيء هذا غنرجعوا للحكومة، هي اللي عاملة هاد الشيء هذا كامل، الحكومة هي اللي كتحرض على كل شيء، راه الله يحسن العون حتى السلطات لأن فيهم اللي تصدر اللي تصدر عقد الله. وأنا شفت بعيني باللي راه الدراري كانوا كيشيروا بالحجارة وحتى السلطات كانوا كيشيروا بالحجارة، نكونوا واقعيين. وهاد الشيء أصلا مثبوت في فيديوهات، يعني ماشي شي حاجة اللي كنزيدها من راسي ولا شي حاجة، حق الله الله يحسن العون كل شيء. حنا كاملين أبناء هذا الوطن وما نبغيو الضرر حتى شي واحد، وإنما الحكومة هي اللي كتشجع على هاد الشيء هذا، والله العظيم هي اللي كتشجع على هاد الشيء هذا. راه حنا شفنا الطالبين كيفاش خرج في الخرجات ديالو كيقول لك من هنا ل 2026 ما تحققش وما تحققش، راه خرجوا خلوا لينا بالحجار، إلا ما عطينا لكم شي قاده خرجوا. يعني هاد الناس اللي كيشجعوا الإنسان يهز الحجار وكذا هما اللي خصهم يتعاقبوا، هما اللي خصهم يمشيوا للحبس. راه كاين اللي كيخرج يقول لينا شعبويين، كاين اللي كيقول ما مربينش، كتجبر وزير العدل كيخرج كيشكك حتى في الأصل ديالنا، راه هادشي بزاف. راه المواطن كل نهار كيسمع استفزازات المسؤولين اللي من المفروض انهم هما خصهم يكونوا كيشوفوا حلول لهاد الشباب اللي كيرميو راسهم وكذا، ولا كتلقاهم هما كيستفزوك ويضربوك في العرض ديالك وفي الشرف ديالك. راه حشومه، راه بنادم طاب. بالنسبه للاطفال راه بزاف الناس كيقولوا دابا هذا شنو عاش شنو شاف في الدنيا حتى انه باش يمشي يرمي راسو في البحر ولا كذا. راه نفسيات الاطفال اليوم اقسم لكم بالله العلي العظيم محطمه على نفسيات الاباء ديالو. يعني كتجبر دابا مثلا حاليا الدخول المدرسي، غتمشي غتجبر الطفل انتينا حاليا لحد الساعه ما عندوش الادوات، دخل بلا ادوات، التلاميذ عندهم الادوات هو ما عندوش، يعني بلا ما يسقسي الاب ديك الاسئله اللي كانوا كيطرحوا عليهم شحال هذه مع الاستاذ، كيقول لك باك فاش خدام، دابا بلا ما يسقسيك باك فاش خدام، راه كيجي ما عندوش الادوات، غتسنى اليوم غدا بعدو اللي كيقرا هو لا، كيجي العيد الكبير نفس الشيء، الله يحسن العون، هذا مدخل العيد الكبير اللي هو عيد الاضحى. كتجبر هذا مدخل الحاولي وهذا ما عندهمش ما معايدينش، الناس كتشوف الطيقان ديالها وكذا باش ما يبانوش، باش العيال ما يشوفوش الناس معايدين. صراحه الله كيجي عيد الفطره نفس الشيء، هذا لابس جديد وهذا لابس جديد، وهذا الشيء هذا علاش؟ هذا ماشي زعما حيت الفقر كاين من اول الزمن، ولكن لا ملي كتجبر مصادر الرزق كيقطعوها لك راه بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله، احنا الوالدين ديالنا ترباو الناس عافين ورباونا والله تعالى جازيهم بخير، ولكن كانوا كيقدروا انهم يوفروا لنا بعض الحاجيات. اليوم لا، اليوم المصادر راه مجدوده، راه جينا نشوفوا الله احسن العام تيطوار ما فيها والو، واللي كيصدمك ماشي غير تيطوار، الناس جاوا من المغرب كامل، يعني هذا دليل على ان الحكومه عامله داك الشيء بزاف. الله احسن العام، يعني عوض ما نلوموا هاد الاطفال راه النفسيه ديالهم مدمره، الله احسن العام. غنلوموا الوالدين ديالهم لا هكذا، فعلا الوالدين كيرجع لهم الدور الاساسي انهم خصهم يعلموا ولادهم القناعه والصبر والانسان كذا ويتقاتل معاهم، ما تجيش للدار تقول لابنك انا ما عنديش. الله سبحانه وتعالى كيقول لك ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يعني اذا كان الانسان غادي يحطم نفسيه ولادو يسكت حسن، كاين شي ما خدامش ما عنديش ما كذا، الله سبحانه وتعالى كيرزقو غير بالكلام الطيب والله احسن له. انا دائما كنقول الله يحسن العون، لانه كاين بعض الاباء حتى كيناس ولادهم عاد كيدخلوا للدار لانهم عارفين ما عندهم ما يدخلون، الله يحسن العون. الا جينا نشوفوا الشباب اللي خدامين دابا راه حاليا نتحداكم نمشيو انا وياك هذه للمعامل ونشدوا نقاش على هذا الشيء هذا، غتجبر بلي الشباب خدامين وخصهم يمشيو وخصهم يهاجروا. علاش الشاب كيشوف راسه انه صار 30 عام 35 عام هو عاد بدا كينطلق في الخدمه، دابا من 35 عام وانت خدام 3000 درهم
انت عندك 35 عام ودخلتي تخدم في المعمل 3000 درهم، ديك 3000 درهم شحال خصك باش تشري مثلا غير بارطمان؟ نقولوا حنا انت ديك 3000 درهم ما غادي يكون منها والو، هي نقولوا حنا انت كتسرجى بالضو ما كتاكلش، بلا ما نهضروا على ارتفاع الاسعار والدجاج فين وصال وكذا واللباس والويفي وكذا الى اخره، لا حنا ما نهضروش المرض الله يحفظ الى مرضتي، لا حنا نقولوا ديك 3000 درهم كتعطاها لك كتبقى لك، بديتي الخدمه من 35 عام في المعمل، شنو غادي منك 3000 درهم؟ راه ماشي بنادم ما انا ما كنشجعش، ماشي كنقول بنادم ما قانعش ولا لا، الانسان يقنع ولكن ما تستغلوش يا عباد الله، راه بزاف الناس كيقولوا عملوا لنا غير المعامل فيه، غير ملك المعامل يخدمك ب 2700 درهم، سيكيوريتي كيخدم ب 2500 درهم، ديك النهار خرجت شركه بلا ما نذكر الاسم ديالها كتقول لك حقا عرض الخدمه كيعطي 1600 درهم، خصو يكون عندك اللونجلي والفرنسيه وشني ربي ومع خبير في المعلوميات ومعاياش باش تعطيك 1600 درهم، هذا استغلال، هاد الناس هادو هما اللي كنعتبرهم انا هما اللي كيحرضوا على الهجره صراحه الله، ملي نتوما ما مقدينش بهاد الشباب ولا كذا راه تشوفوا شي حل الانسان، انا بدي ما كنشجعش على الهجره ولا التهلوكه ولا ما كيلعبوش بشير مع صوف البحار وكذا وبزاف الحال ما كنشجعش عليهم، ولكن الخوت فاش كيكون الضغط راه الله يحسن العام، دائما نرجعوا نقولوا الله يحسن العام، كتشوف الحوت في البحر في الموطن ديالو ملي كيوقع عليه الضغط من الحوت الكبير كيخرج هو الحاشيه ولا كيخرج من الحجار، الحوت كيخرج يرمي راسو علاش؟ حيت الحوت اللي داخل كبير ضاغط عليه باغي ياكلو، هذا هو الواقع ديالنا وهذا الشيء كيدمر اقسم بالله اخوتي، انا هذا الشيء اللي انا كنقول لكم حيت ديك الشيء اللي شفتو في كاستيخو راه بزاف راه بزاف بزاف، ما يجيش شي واحد ينزل شي تصويره وكيقول لي شو هادو شنو يعملوا لهم، راه ديك الشيء اللي شفتو انا بعيني كثر، والله يحسن العون كلشي صراحه الله، والله يهدي ما خلق الله يهديه صراحة الله، حيت هادشي صعيب أنه يتصلح باش نكونوا واقعيين بالليلة ونهار ما غيتصلحش، والمسؤولين عنا فاسدين من الأخر إلا من رحم الله عز وجل، صافي باش نكونوا واقعيين، هاد الضغط كامل عملته الحكومة هي اللي كتضغط على المواطن، والمواطن ها فاش كيسيب راسو عاد خرج للدار خرج تقول خارجة نعملوا خارجة نعملوا احتجاجات، حنا كنسمعوا باللي هادو غير شماكريه اللي كدا هادو غير كدا، ايوا ولا شي نهضروا على طلبه جامعيين ونهضروا على اساتذه ونهضروا على اطباء اللي خرجوا في احتجاجات وكلاو في طهرهم وتشناهم هادو بالدمايت داوهم للسبيطار وهما مدميين، هادوك من شاغا بغا يعملوش من سب سبوش من كدا، فهمتي فلهذا سياسه القمع ما عمرها ما كانت هي حل، انا عن نفسي اقسم بالله انا كفنان فاش كنشوف انايا التعدد والحكرانيه وكذا النفسيه ديالي كتدمر ما نقدرش نبلع وما نقدرش نعطي فنهز انا هذيك ديالي وتا انا نفكر من بعد، فلهذا نطلبوا الله تعالى يكونوا شي حلول يعني جذريه اللي تكون معقوله والانسان ما يرميش راسو للتهلوك، هذا الشيء اللي نقول الخوت وتبارك الله عليكم وتحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.